بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام، لقد هاج في قلب الشجي غرام، لركب بجرعاء الغميم أقاموا. سروا فأذلت الدمع إثر مسيرهم دما، والحشا مني عراه سقام. ظللت أنادي في الربوع فلم تجب ندائي، وأنى للربوع كلام كلام. ظللت أنادي في الربوع فلم تجب ندائي، وأنى للربوع كلام. أأحبابا هل من سبيل لوصلكم، أأحبابنا هل من سبيل لوصلكم، ليحيا فؤاد لج فيه هيام. أأحبابنا هل من سبيل لوصلكم، ليحيا فؤاد لج فيه هيام. وهل نلتقي بعد الفراق سويعة، وهل نلتقي بعد الفراق سويعة، ليطفى من القلب الشجي أوام أوام. فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى، فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى، وعرج على من بالطفوف أقاموا. رأوا أن دين الله بين أمية، تلاعب فيه ما تشاء طغام. فقامت لنصر الدين فرسان غالب، عليها من البأس الشديد وسام. إلى أن ثووا في الترب بين مبضع ومنعفر منه تطاير هام، ومنعفر منه تطاير هام. فجاءهم من أجاهم، فجاءهم سبط الرسول مناديا، فجاءهم سبط الرسول مناديا، أحبا يقوموا فالمنام حرام، أحبا يقوموا فالمنام حرام. رضيتم بأن أبقى وحيدا وأنتم، رضيتم بأن أبقى وحيدا وأنتم ضحايا على وجه الصعيد.
دنيا مو هسه ما يخالف وإن كان في المقدمة خل أقرأ بيت نعي بالمقدمة ما يخالف رثاء شعبي. إي والله ضحايا رضيتم بأن أبقى وحيدا وأنتم ضحايا على وجه الصعيد يا أمو. ما جاوبوا الحسين. الله يرحم الدربندي يقول لما ناداهم الحسين وهم قتلى 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 قد فارقتهم الحياة يقول لكنهم لما سمعوا صوت الحسين أخذوا يتقلبون على الأرض تلبية لنداء إمامهم سلام الله عليه. يقول وهم قتلى أخذوا يضطربون على الأرض لما الحسين يقول لهم قوموا قوموا. المهم ما جاوبوا كسر قلبه أبو علي رجع. وإذا بيسمع صوت من وراء يريد يجبر خاطره. خويا الله يعينك ما لك معين. خويا الله يعينك مالك معين وقامك على الغبرة مطاعين. اعذرهم ابو علي اعذرهم. والله مطاعين انا منين جتني انا منين جتني كربلة منين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلنا في الليلة الماضية إلى آيات أن تقوى الله تعالى لا تكون ولن تكون إلا من خلال نظام الواسطة. حتى التقوى لا يكون إلا من خلال الواسطة. وآيات إثبات هذه الحقيقة في القرآن كثيرة. طبعاً الآن خلوني أثبت هذه الحقيقة بمجموعة من آياتها بعدين أرجع لبعض آياتها الأساسية لأقف عندها وأستخرج منها بعض الأمور المهمة. ما أدري اتضحت الآن الصورة أو لا. الآن ما راح أقف عند هذه التفاصيل. بالبداية خلي أكمل ما توصلت إليه ليلة البارحة، يعني أجيب الآيات بصورة عامة كلها لتثبت هذه الحقيقة ومن ثم أرجع للآيات الأوائل المهمة لأستخرج ما أستخرج منها. بالتفتيلي؟ جيد. الآن خلوني في البداية أكمل الآيات الكريمة. البارحة قلنا هكذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني تقوى الله اليوم البحث كلش مهم التفتوله. يعني تقوى الله لا تكون إلا من خلال شنو؟ الكون. لا لا مو من خلال الصادقين، إلا من خلال الكون مع الصادقين. إذا ما نكون مع الصادقين تقوى الله يكون غير صحيح. إذا كنا مع الصادقين تقوى الله يكون ماذا؟ صحيحا. هذه الحقيقة تثبتها آية أخرى. القرآن يقول نعم. آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نفس الشيء، الناتج واحد. تقوى الله لن تكون إلا من خلال شنو؟ الوسيلة. الوسيلة شنو؟ الوسيلة منو؟ الصادقين. الصادقين الصادقين منو؟ محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. راح أرجع لبعض هاي الآيات، راح أرجع، بس بدي خلي أكمل هذه الحقيقة وأرجع حتى أفصل في بعض الآيات المهمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم مثلا هاي الآية راح أرجع لها، راح أقف عندها. ولكن البر من اتقى. وبعد وأتوا البيوت. نفس الشيء، نفس المعنى. شو الفرق؟ وأتوا البيوت من أبوابها. من أبوابها وسيلة، وسيلة صادقين، ما اختلف شيء. واحد، التقوى لا يكون إلا من خلال الواسطة والسلام. جيد. آية أخرى البارحة ما ذكرتها، إذا ذكرتني البارحة. آية أخرى البارحة ما ذكرتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله، هم تقوى. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أي أرحام؟
لما ترجع للإمام الصادق عليه السلام يقول رحموا، يقول هذا الرحم رحمي، يعني رحم النبي صلى الله عليه وآله وهم آله صلوات الله عليه أجمعين. يعني تقوى من خلال الأرحام، تقوى من خلال الوسيلة، تقوى من خلال الأبواب، تقوى من خلال الصادقين. الناتج واحد لو مو واحد؟ نفس الشيء، ما اختلفنا، ما اختلفنا، الحقيقة واحدة اللي يشير لها القرآن بشبكة آيات، بمنظومة آيات، لأهميتها، لخطورتها. جيد، آية أخرى لإثبات هذه الحقيقة. الطريف من باب الشيء بالشيء يذكر، وارجع للبحث. الطريف أسمع واحد يصيح على الفضائيات، يصيح أتحداكم آية واحدة جيبونا من القرآن بالإمامة، واحدة واحدة واحدة. هسا أنا ما جبت الآيات المشهورة إخواني، أنا الآن قاعد أتكلم بآية التطهير، أنا أتكلم بآية المودة، أنا أتكلم بآية ويطعمونه، أنا أتكلم بآية المباهلة، أنا أتكلم بآية الولاية إنما وليكم، أنا أتكلم بآية الإكمال اليوم أكملت، أنا أتكلم بآية سأل سائل، أنا أتكلم بآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لأن مشهورات بآل البيت عليهم السلام ما حد يقدر ينكرهن. أنا أتكلم ببقية الآيات المشهورة، أنا الآن قاعد أجيب آيات شنو؟ ما مشهورة عند عموم الناس أنها في الأئمة، وهي واضحة في الأئمة عليهم السلام كوضوح الشمس. آية أخرى تذكرون بحث الآيات لو ما تتذكروا، قبل 3 سنين عنوان من عناوين آل البيت أنهم شنو؟ الآيات في القرآن. هسا بعد الإمام تابع ذاك البحث، أنا ما أقدر الآن أثبت لآل البيت هم الآيات، مو سخافي مثلا هكذا يقول، يقول تثبت العرش ثم انقش، ومن يقول آل البيت الآيات حتى لا، مو احنا مبينين قبل فترة طويلة، قبل 3 سنين بيناه بمحاضرتين وأكثر أنهم هم الآيات. بعد شو تسوي للما سامعه؟ خلاص أنا طبعا مو أتكلم وياكم، أتكلم مع اللي يسمعنا من خلال البث مو معكم، وإلا هذا أثبتناه أنهم هم الآيات، أثبتناه من خلال القرآن الكريم بأبحاث علمية مفصلة. جيد، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وشنو؟ وإياي فاتقون. يعني التقوى لا تكون إلا بعد أن تنظروا إلى آياتي بنظرة شنو؟ صحيحة، تعطيهم بعض حقهم، مو نظرة مقصر. هو أي دقيق المعنى؟ بعبارة ثانية، شوف شوفوا أرجوكم التفتوا لي، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذه كارثة إذا تشترون آياتي بثمن قليل، ويصير حالكم حال الذين اشتروا يوسف وهو آية من آيات الله، اشتروه بشنو؟ هذا المقصود. شوف القرآن وين يضرب، وشروه بثمن بخس، دراهم، ويوسف آية من آيات الله، بس الآيات أقسام، أكو آية، أكو آية عظمى. علي بن أبي طالب في تفسير قوله تعالى في البرهان موجودة أنه عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قال والله ما لله آية أعظم مني. صل على محمد وآل محمد. الآيات درجات، وإلا القرآن كما بينا سابقا في الأبحاث الماضية قبل سنين أنه القرآن هكذا يقول، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني حتى مريم آية من آيات الله، خو سيدة مريم شنو؟ آية كبرى وهي فاطمة. صل على محمد وآل محمد. التفتوا لي جيدا، القرآن يقول ذول الآيات لا تشتروا بهم ثمنا قليلا وإياي فاتقون، نفس مؤدى، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله ابتغوا إليه وسيلة كذا، تسألون لي والأرحام كذا كذا إلى آخره بقية الآيات، اتقوا الله من خلال الأبواب، نفس المؤدى، نفس المؤدى. إذا اشتريتم بآياتي ثمنا قليلا التقوى يكون غير صحيح.
غير صحيح، صلوا على محمد وعلى محمد. جيد، بعد آية أخرى تثبت هذا المؤدى. التفتوا لي شقد واضحة هاي الآية، عجيب شقد واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم، التفتوا لي: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ لمن تكتب رحمتك هاي اللي وسعت كل شيء؟ لمن تكتبها؟ يقول: فسأكتبها للذين يتقون. زين، يتقون بعد ويؤتون الزكاة. التفتوا لي: والذين هم بآياتنا يؤمنون. والذين هم بشنو يؤمنون؟ رحمتي تسعه. وإلا نفس المؤدى، ما اختلفنا، نفس النتيجة، نفس النتيجة، ما اختلفنا. كل الآيات تشير إلى حقيقة واحدة. اقرأوا القرآن جيدا أيها المسلمون، اقرأوا كتاب ربكم بصورة صحيحة، افهموه. لا تفتخر علي بحفظ القرآن، حفظ القرآن من دون فهم. اللي قاتلوا علي بن أبي طالب هم كانوا يقرون القرآن وحافظين القرآن، مو فشي يعني. المنادي يوم العاشر كان ينادي من شيعة آل أبي سفيان، كان هكذا ينادي، كان ينادي: عجلوا بذبح الحسين لا تفوتنا صلاة العصر. نعم هكذا كان ينادي. نعم بابا قتلوه بسرعة، شو ذبحوه مخاف الصلاة تصير قضاء. ويهللون، الشاعر يقول: ويهللون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. شنو لك ذولا؟ لك أي أمة ذولا؟ لك أي ناس ذولا؟ هاي شغالين هنا؟ والله ما أفهم، ما أفهم. يخاف يذبح الحسين، يخاف صلاة تصير قضاء. توقع يعني من هالمال حمل جمال مثل ما يقولون. آية أخرى بنفس المؤدى، هسه هنا العبارة راح تتغير من تقوى إلى عبادة. الله يقول: حتى العبادة ما تكون إلا من خلال الواسطة، مو فقط التقوى. وأرجع لآيات التقوى والواسطة، لأن قلت لكم أكو عندي بكم آية أبحاث أريد أوقف عندها، بس خلي أكمل هذا المؤدى اللي هو واحد تقريبا وأرجع. بسم الله الرحمن الرحيم: وأن يعبدوني هذا صراط. يعبدوني من خلال الصراط المستقيم اللي هو صراط الذين منه أنعمت عليهم، اللي هم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشنو والصديقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شفت الشبكة شلون قاعد تصير؟ شفت الخيوط شلون تتلاقى؟ يوم أشوف تبعد اجمعها واطلع بنتيجة. نفس المؤدى: وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. من خلال الصراط اعبدوني، من خلال الصادقين اتقوني، من خلال الأبواب نفس المؤدى، نفس النتيجة. لا عبادة لا تقوى من دون الواسطة، نفس الناتج. هسه هنا هاي آية الإمام الرضا عليه السلام عنده بها كلام هواي طريف. بسم الله الرحمن الرحيم: وذكر اسم ربه فصلى. الإمام الرضا عليه السلام كان جالس مع ما يسمى بعلماء المسلمين، يعني هكذا يسموهم، المهم إلى آخره. المهم الإمام كان جالس سلام الله عليه، فالإمام قال: شنو تفسير هاي الآية وذكر اسم ربه فصلى؟ يا علماء المسلمين شنو رأيكم تفسير الآية؟ قالوا له: كل ما نذكر اسم الله نصلي، وذكر اسم ربه فصلى، أصلا واضحة. الإمام قال لهم نص العبارة: لقد كلفنا الله شططا. نص كلام الإمام الرضا، تكليف بما لا يطاق. قالوا له: شلون؟ قالهم: يعني شو وقت ما تذكر الله قوم نصلي، يعني هاي طلابها، يعني معناه من الصبح لليل قوم نصلي. قال له: إذن ما هو تفسيرها يا ابن رسول الله؟ قال: ها، وذكر اسم ربه فصلى على جدنا وعلينا. صلي على محمد وآل محمد.
من تذكر اسم الله تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني واسطة أصلا، حتى ذكر الله بواسطة محمد وآل محمد، هذا المقصود. ولهذا آل البيت يقولون الدعاء محجوب إلا أن يكون قبل صلاة على النبي وآله وبعد صلاة على النبي وآله، الله يقبله جل وعلا ويستجيبه. وإلا يكون محجوب، واسطة أمام واسطة خلف واسطة، وهو النبي وآل النبي. وين الإشكال بالموضوع؟ مو احنا بينا بسورة آل عمران آية 81 أن الأنبياء من آدم إلى عيسى ما أعطوا النبوة إلا بوساطة النبي، وين الإشكال بالموضوع؟ هاي في سورة آل عمران آية 81، ليش تستثقلها؟ ليش تستكثرها؟ ليش عندك كبيرة هاي الحكاية؟ هو القرآن يقول، يقول نبوة ما أعطيت إلا بالنبي بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، الأنبياء كلهم رسول الله متفضل عليهم صلى الله عليه وآله، وكلهم الله أخذ عليهم ميثاق وأشهدهم على ذلك وقال لهم أنا معكم من الشاهدين. وبعدين في آية 82 آل عمران اللي ما قرأتها أنا، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شوف التهديد، وهذا تهديد مو إلي وإلك أنا عوام الناس، لا لا، تهديد من آدم العيسى ابن مريم، الله يكلمهم بهذه اللغة القاسية. لخطورة هذه الحالة اقرأوا الآيات يا أنا، ما 81 آل عمران، 82 آل عمران، شوفوا كلامي صحيح ولا أخو، راجعوا القرآن. وأنا معكم من الشاهدين، بعدين ايش يقولون القرآن؟ فمن تولى بعد ذلك، اللي يتولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، كلكم تصيرون على دين محمد وبواسطة محمد أعطيكم نبوة. ويجيك البطران يقول هو ما تفهم يعني، ما يقول هو محمد معصوم قبل 40 سنة، لو بعد 40 سنة معصوم. الله يتكلم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين بعالم الميثاق، الله يحكي، هو يحكي لي قبل 40 معصوم، لو بعد 40 صار معصوم. توقع يعني سذاجة من هالنوع، يعني توقع، ويا من تتكلم أنت، مع من تتكلم أنت، ويا من تتكلم. المقصود آية أخرى، آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. نفس المؤدى، والذين شنو؟ يصلون ما أمر الله به أن شنو؟ أن يوصل، يخشون ربهم، مقبولة، إذا قطعه مرفوضة، ماكو خشية الله، شيل هذبها بالبحر. القرآن يقول بهذا الشرط تجي الخشية. طبعا اللي أمر الله به أن يوصل مودة القربة، رحم النبي صلى الله عليه وآله، هذه نفس المؤدى. آية أخرى بنفس المؤدى، حتى أرجع للأبحاث، ما ظل عندي بس 3 آيات، إن شاء الله ما تعبوا الإخوة، ماكو قصة ماكو شعر، بس البحث علمي مهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الحمد لله، بس القرآن يقول لا، أكو ثنائية ما تنشال، الحمد لله، تقوى صادقين، تقوى أبواب، تقوى وسيلة، خشية رحم، ما أعرف عبادة صراط، هاي الثنائية الغريبة الغريبة، ركزوا بيها أرجوكم، ثنائية غريبة القرآن يشير لها في شبكة آيات، يجذرها يأسس لها التفتوا لها. ولهذا حتى والله عجيب آل البيت ايش قد عظماء. أقرأ في وسائل الشيعة في كتاب الصلاة، النبي يقول الإمام عليه السلام يقول الواحد من أصحابه، يقول له بالركعة الأولى بالصلاة اقرأ الحمد وإنا أنزلناه، والثانية الركعة الثانية الحمد والإخلاص التوحيد قل هو الله أحد. يقول له ليش؟ يقول له حتى توازن بصلاتك. قال له شلون أوازن بصلاتي؟ قال له إنا أنزلناه محمد وآل محمد، قل هو الله أحد توحيد الله. شوف هاي الثنائية، هذا من يجي ما يعرف هاي شبكة الآيات ويجيني بطران يقول هاي شنو، هاي حتى الصلاة خليته بيها، ما يفهمها دقيقة حكاية الإمام، هواي دقيقة، باعتبار سمادر هاي الأخوة يدرون بها إن شاء الله المعلومة، ما يحتاج نسولف بها يعني.
إنا أنزلنا في ليلة القدر هي ليلة الواسطة بامتياز، ليلة الحجة بامتياز، يعني التفتولي باعتبار إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليش؟ ليش؟ ليش خير؟ تنزل على من؟ لا لا، تنزل على من؟ الملائكة والروح على من؟ ها، إذن هي ليلة المعصوم بامتياز. في زمننا الحاضر هي ليلة المهدي بامتياز ليلة القدر. كل سنة بليلة القدر تنزل الملائكة والروح على الإمام عجل الله تعالى فرجه الكريم. مو الإمام، منو؟ منو؟ يلا خلي يطلع. لا لا، التبولي واحد يقول لا عمي مو على المهدي، علي تنزل، أنا كل سنة جبرائيل والروح ينزلون علي. خو أطلع أقول خلي نشوفك فنستفيد منك، يلا تعال. منو؟ وأنا اللي ينزل علي المهدي والروح؟ لو تكذب القرآن لو أكو بديل، لو المهدي ماكو شيء ثالث. القرآن ما نقدر نكذبه، واحد بديل ما موجود، اثنين يعني منو؟ ما تقبل واحد زائد واحد اثنين، ما بيها يعني، ليش تتعب نفسك؟ شوف هاي الثنائية، شوف هاي الثنائية تفتولي أو استمع إلى هاي الثنائية. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثنائية ما تنفك، عجيبة. آية أخرى بسرعة، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم. نفس الشيء، نفس المؤدى. آية أخيرة في هذا الباب، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تنذر من اتبع إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. هاي الثنائية. طبعا هسه الذكر منه؟ الذكر مرة يكون القرآن، في القرآن إن نحن نزلنا الذكر. الذكر مرة يقول النبي رسولا ذكرا في القرآن الكريم، رسول الله هو الذكر. فاسألوا شنو؟ وهم آل محمد صلوات الله. ولهذا القرآن يقول إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. اتبع الذكر وشنو؟ وخشيه. تقوى صادقين، تقوى وسيلة، تقوى أبواب، عبادة صراط، خشية أرحام صلة. نفس المؤدى، نفس النتيجة، بس القرآن يبينها بهذه الخريطة، بهذه الطريقة اللي احنا كنا نكتشف خيوطها. شوفوا ما أنتم عليه شقد عظيم. شرك كفر قام، هاي القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم. جيد، الآن أرجع إلى أول آية من الآيات اللي هي خلتني أتكلم هذا الموضوع في مجال الخشية والتقوى. أول آية، يا أيها الذين آمنوا، عندي بيها حكي حلو، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وشنو؟ وكونوا مؤمن الصادقين. مؤمن الصادقين، تعبير القرآن دقيق جدا، أحسنتم، معه مؤمن. اتقوا الله وكونوا شنو؟ مع الصادقين، مع الصادقين. أولا هاي أنا لعله قايلها على المنبر ولهذا أريد أشير لها بسرعة، من هم الصادقون في البداية؟ أخوان تفتوني، الصادقون في القرآن الكريم أناس من طراز خاص، من نمط خاص. أرجوكم التفتوا لي جيدا، خلي أقرأ لكم بعض آيات هذا النمط. الصادقون في القرآن أناس من طراز خاص، من نمط خاص. الصادقون مقام الله يصطفي له بعض خلقه، مو مقام اعتيادي. ولهذا أنا من يمي أوزع هذا إلى آخره، وذاك إلى آخره، لعله تعرفون أنا ما أقدر أحكي، مو مقام عادي حتى نوزع على أي واحد، لا لا، هذا مقام مو يوزع من قبل الناس، هذا مقام يعطى من قبل من؟ يعني مثل مقام النبوة، شلون مقام النبوة؟ يعطى من الله. شلون مقام الإمامة؟ يعطى منين؟ من الله. وجعلنا منهم أئمة، إني جاعلك للناس إماما، مو الناس، إني. شوفوا مقام الصادقين الصديقين مقام من هذا النوع، ومرة يكون نبي صديق، مرة يكون شنو؟ إمام صديق، يشمل الاثنين.
بس هو ما يوزع من قبل الناس، الناس ما من حقها أن توزع هذا المقام لغيرهم في الواقع. يعني مثل مقام النبوة، يصير أنت تقول والله فلان نبي، أنا أشوفه نبي، أنا كل ما أفكر به نبي، أو فلان مو بكيفك، هذا مقام طبق بالله. وهكذا هذا المقام، والدليل على ذلك من الذين ذكرهم الله بهذا العنوان؟ التفتوا لي جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق، مقام لا يعطى إلا لمن هم في هذا الطراز، في هذا النمط. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات إلى آخره. آية أخرى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وأمه صديقة. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، المقصود آياتنا الصديقين، يعني الصديقون. والذين يعني الآيات الناطقة كما بينا قبل 3 سنين، قسمنا الآيات في القرآن ناطقة وصامتة وإلى آخره. والذين كفروا وكذبوا، المقصود بالصديقين بآياتنا الناطقة، أولئك أصحاب الجحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. هذا مقام يعطى بهالنوع بهالثقل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مو أناس عاديين حتى أنا أوزع شلون ما عجبني. آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الآية تبين من هم الصديقون بوضوح. والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وآله. صل على محمد. والذي جاء بالصدق وصدق به وهو علي صلوات الله وسلامه. أن لهم قدم صدق عند ربهم، قل ربي أدخلني إلى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله. كل هذه الآيات تبين أهمية هؤلاء، عظمة هؤلاء، منزلة هؤلاء، اصطفاء هؤلاء. لما تجمع هذه الآيات، وهذا مسولف بي سابقا، الآن ما ندخل تفاصيله لأن مسولف بي، يطلع الناتج محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هسه الآن من بعد ما شخصناهم ننتقل إلى بحث آخر، وهو كيف نكون معهم، أنواع معية الصادقين والصديقين. أرجوكم التفتوا لي، هذا البحث لأول مرة أطرحه على المنبر، لأول مرة. التفتوا لي، معلومات مهمة وجديدة. أنواع معية الصادقين، أقسام. ليش أقول أنواع؟ أقسام معية، باعتبار الله يقول هكذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وشنو؟ وكونوا مع الصادقين. أقسام المعية في القرآن الكريم. القرآن خلى أقسام للمعية يولا؟ الجواب نعم، القرآن خلى أقسام للمعية، ويا قسم ينفع، باعتبار الله أمرنا وكونوا مع الصادقين. الله أمرنا أكو أقسام للمعية في القرآن؟ الجواب نعم. أي قسم النافع؟ الآن سأبين. القسم الأول، خلي نسميها المعية، خلي نسميها المعية الضعيفة، المعية الضعيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. التفتوا لي، هاي معية نصف الطريق، معية نصف الطريق. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، ذول المعية المعه، قالوا لا طاقة لنا اليوم بشنو؟ بجالوت وجنوده. وأبوك الله يرحمه وحدنا وياك لهنا، والسلام عليكم ورحمة الله، روح التقاتل. هاي شو يسموها؟ لا، ما نسميها معية ضعيفة، خلنا نسميها معية نصف الطريق، نص الدرب وياك. طبعا في كربلاء، هاي ليش قلت لكم؟ اللي بحثي معلومات جديدة ومهمة. شوف التفتوا،
حتى نشوف احنا من ياقسم. الله يقول مع الصادقين، الصادقين المعية، معية الصادقين بها اقسام القرآن شخصها. المفروض احنا نكون ياقسم، خصوصا احنا عندنا صادق الصادقين الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف سيدي ومولاي. المفروض احنا نكون مع سيدي ومولاي، نكون ويا شلون ياقسين. تفتوا بحث مهم، ها هاي معية نصف الطريق. هاي ويا الحسين صارت، كتب التاريخ تقول واحد قال للحسين، قال له أبا عبد الله أنا راح أجي وياك بس إذا شفت نصرتي ما تفيدك أعوفك وارجع، إذا شفت نصرتي تعوفك أنا باق وياك، تفيدك العفو، نصرتي تفيدك أنا باق وياك، إذا شفت نصرتي ما تفيدك أعوفك أبو علي، يعني سواء أنا بقيت وياك ما بقيت وياك ما راح أفيدك، خلي أعيش هاي الكم يوم ذن الباقيات لي أعيشن براحتي، ليش أنقتل؟ يقولون وترك الحسين في أصعب الظروف، كتب التاريخ تقول تركه وذهب، قال له أبو علي يظهر أنا ما أفيدك، 70,000 أمام 70 ما أصور تستفيد مني، في أمان الله، في أمان الله، دار وجهه وراح. هاي يسموها معية تعبانة ما بيها حظ. أكو معية الإسماعيلية، أكو معية الواقفية، صحيح ولا؟ هاي معية تعبانة، ما نص درب تعبانة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الخط، الإمام الصادق شي فسرها يقول استقاموا على ولايتنا إماماً بعد إمام. سيد إسماعيل الحميري، هسه خلينا نجيب شعر عمي، خلينا نجيب شعر حتى ما تقول هذا تعبنا، خلي أجيب لك بيت شعر شوية أغير الجوبي. سيد إسماعيل لما دنت منه المنية يقولون فتح عين على الجالسين، قال أبيات من الشعر ارتجلها ومات رحمة الله عليه. قال كذب الزاعمون أن عليا لا ينجي محبه من هناتي، أنا بسكرات الموت علي يفيد، اللي يقول علي ما يفيد كذاب، شفت العلي. الإمام الصادق في كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للطبر الشيعي قاري، مصدر قيم من مصادر بحار الأنوار، مصدر قيم اسمه بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للطبر الشيعي رحمة الله عليه، أنا قاري رواية بي عن الإمام الصادق، يقول أما والله لن تخرج روح أحدكم من جسده حتى يرى محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين. صل على محمد محمد. كذب الزاعمون أن عليا لا ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفى للإله عن سيئاتي، فابشروا اليوم أولياء علي وتولوا عليا حتى الممات. هنا الشاهد الاستقامة، ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات ومات رحمة الله. يعني كملوا الطريق مو نص درب، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كملوا للطريق. أكو معية نصف طريق، القرآن شخصها، مش قد عظيم القرآن. يقول فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، لا هاي معية نصف طريق مو معية كافرين، لو معية الذين شنو آمنوا معه، معية ربعة طلعت معية كاملة، نص درب مع الأسف. القرآن ذكرها حتى بس نتلوها لو نستفيد منها، على شنو ذكرها؟ يقول دير بالكم مو سهلة. هاي المعية الأولى ما بيها فائدة، والإمام المهدي هم ما محتاجها سلام الله عليه. شلون قصة التنور؟ هي هاي المعية، هاي كلكم حافظيها قصة التنور؟ واحد ما حافظ التنور؟ أزجر التنور، قوم قعد بالتنور، تقول 100,000 سيف عندك، قوم قعد بالتنور، قال له ما أقدر، قال له هاي 100,000 كلهم مثلك، قال له يظهر، قال له ما تفيدونه، 70 مثل ربع الحسين يفيدوني أكثر من 100,000 ربعك، ما يفيدوني، جيب لي 70 مثل ربع الحسين كافين علي،
بس لا تجيب لي 100,000 نص الدرب ويعفونه، ما نريدهم. احنا الان نمر بنفس التجربه، عندنا امام عظيم يقول عنه الامام الصادق: لو ادركته لخدمته. ابو صالح العظيم جعفر ابن محمد يقول: لو ادركت المهدي لخدمته. امام عظيم عندنا، شلون نحبه شلون نذكره ما اعرف، الله يرحمنا. مقصرون من روسنا الرجلين، وحق ابو صالح من روسنا الرجلين تقصير تجاه امام زماننا سلام الله عليه، ولي نعمتنا. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام يقول لابن مهزيار الإمام المهدي بعد ذكرت أبو صالح: كونوا مع الصادقين أيها المؤمنون. الإمام يقول لابن مهزيار، يقول له: لو يعلم شيعتي شدة حبي لهم لماتوا شوقا إلى رؤيتي. يقول الإمام المهدي: لماتوا شوقا إلى رؤيتي، لو يعرفون إيش قد أدعو لهم وأسددهم وأطلب من الله أن يغفر ذنوبهم وأشفع لهم بقضاء حوائجهم وأواسيهم بمصائبهم بمرضاهم لماتوا شوقا إلى رؤيتي، لكنهم ناسيني ناسيني، كل من ملتهب دردة مثل ما يقولون، وناسين إمام زمانه. أنت الآن حتى هذا الداعي من يدعو، شوف الآن شوف يدعي مثلا، يدعو: اشفي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر أمورنا، أبويا أم أختي خالتي جيراني، آخر شيء إمام زماننا بالأخير، آخر شيء. ما والدعاء الصحيح أول ما يبتدئ بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلهي إمام زماننا عجل فرجه سهل مخرجه، هذا هو الصحيح، أن نبتدئ بإمام زماننا، لأنه أهم حاجة عندنا هو إمام زماننا. هاي صيحة، هذا نفس مهموم، نفثة مصدور أنطيها لشيعة آل البيت، أقولهم: أجلوا أدعيتكم وقدموا إمام زمانكم، بإمام زمانكم تقضى بقية حوائجكم، قدموا الواسطة وتقضى حوائجكم ببركتها. اليوم هواي راح من وقتي وأنا كل شيء ما مسوي، بعدنا بأول البحث، بس البحث مهم إن شاء الله إلى تكملة الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. بس خلي أكمل على الأقل أنواع المعية، خلي أكمل على الأقل أنواع المعية، لأن كلش مهم هذا، كلش مهم. هاي معية قبل لا أكملها ذكرت الآن معلومة، معية النص درب نص طريق نص درب. شوفوا أحبابي، شوفوا أخواني، التفتوا لي أرجوكم، جزاكم الله خير رجال ونساء. واحد يجي الإمام الصادق، هاي غير التنور، هاي ما مشهورة، التنور مشهورة غيرها. ما أدري أهل البيت شلون يرتبون المعادلات، إيش قد خطيرة المعادلات. شوفوا، ولهذا ليش إمامنا متأخر لليوم سلام الله عليه ينتظر. التفتوا التفتوا، يجي الإمام الصادق يقول له: دقوم يا ابن رسول الله، اي دقوم، تستغل الفرصة، وبني أمية تعبانين وبني العباس جايين وإحنا نصهم، وخليها منعلقها مثلهم، وانت عندك شيعة هواي مو مثل أيام قبل، وبلكة الله إحنا نحصلها يا ابن رسول الله. اي دقوم، ليش قاعد يا سيدي؟ التفت له الإمام قال له: أنت جاي من يم جماعتنا، القرية مالتك ربعنا. قال له: إيه بعضهم ربعكم. قال له: أسألك سؤال. قال له: سل. قال له: أحدكم، لا أسان هذا الحكي نحكي إحنا ما مطبقي، أنا ما أكذب على المنبر، يرضى يرضى اللي يزعل هم خلي يزعل ولا شيل لهم. يقول لي: ليش تحكي هذا الحكي؟ انا بكيفي مو بكيف واحد، كذب من كذب، خلينا نكون صادقين حتى الله يرحمنا، هذا الحكي احنا ما مطبقين، اول واحد انا. اي نعم. قال له: احدكم من يحتاج ايمد احدكم يده بجيب اخيه؟ هاي ربعك اللي تريدني اقوم بيهم، يعني انت من تحتاج كم فلس؟ اجي الاخو يا مديدي بجيبه اطلع ايش قد محتاج وارجع الباقي بجيبه، هاي عندكم؟ قال له: لا والله. شوف المعادله ايش قد عظيمه. قال: هم والله بدمائهم ابخل، والله 10 مرات يقام لهذه المعادله ويقعد. هم فلوس ما ينطون لاخوانهم، ينطون دمهم، دول اقدر اعتمد عليهم انا؟
إذا هم بأموالهم بخلاء بدمائهم أبخل. يقول الإمام الصادق وكأي معادلة عظيمة هاي، ألا بوركت يا سيدي، ما عرفناك يا جعفر ابن محمد، ما عرفناك ما عرفناك. قال هم بدمائهم أبخل إذا قمنا، الما ينطب فلوسه بدمه أبخل. نفس المعادلة طبقها على الإمام المهدي الآن، وإحنا في زمن الإمام المهدي، نفس المعادلة طبقها، إيش نطلع بنتيجة؟ أخلي النتيجة إليك وإلي. هاي معية نصف الطريق، أكو معية نوع ثاني، زين عندي وقت أكمل أنواع المعية على الأقل. هاي معية أولى، معية ثانية المعية المنافقة. أكو مو معية نصف الطريق ويشردون، معية منافقة يعني من البداية هي جاية شنو؟ ها، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا شنو؟ قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، هذه معية بائسة جدا. أكو معية ثالثة، معية كل الطريق، تقدر تسميها المعية الصلبة، المعية الحقية الحقيقية الصحيحة الكاملة، معية كل الطريق، معية أصحاب الحسين، معية ميثم التمار. إمام يقول له ميثم وين احنا ذولاك، وين احنا وين، نخجل والله، أنا أحس بخجل أقسم بالله، أحس بخجل لما أحكي بهذا الكلام، وين احنا ذولاك وين. إمامه يقول لي يصلبوك على هالنخلة، هاي يجي كل يوم يصلي ركعتين يم النخلة مكيف فرحان لأن راح يقتل بحب إمامي علي. أي معية هاي؟ والإمام قال له، قال لي يقطعون ديك يقطعون رجليك، وما تعوفني يا ميثم، أنت تحبني ما تعوفني. وفعلا قطعوا دي قطعوا رجلي، حكي سهل، بس أنا وياك قاعدين بالحسينية ومرتاحين ونسولف، دخلك تأفر منك السمو إيدك وشوف شو صغير، أظفر أظفر. حتى عسبالك سهل واحد يقطعوني دي ورجلية؟ سهل عسبالك؟ مقطعيني دي ورجلية وشادي عن نخلة ودمه يسيل من كل مكان وهو ينادي، قال رسول الله علي خير البشر ومن أبى فقد كفر، قال رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، قال رسول الله علي مع القرآن والقرآن مع علي. دم ينزف ويصيح علي 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 علي. قال لهم قصوا لسانه طلعوا من قفاه. هذه المعية وكونوا مع الصادقين، هذه رفعة الرأس. أبا عبد الله لو قتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت وفعل بي ذلك 70 مرة ما تركتك أبا عبد الله. شلون وهي موتة واحدة يا حسين؟ هذه المعية الصحيحة، هذه معية كل الطريق. وين أشار لها القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لا ضعف ولا استكانة ولا وهن ولا كل شيء مع كل ما أصابهم في سبيل الله، ولكن كل شيء ما بين عليهم، وكان واحدهم يقول إمامي يرضى عني والسلام. هذه المعية الصحيحة، وكونوا مع الصادق اللي يريدها القرآن الكريم. هذه اللي يريدها القرآن الكريم.
معية صاحبة هذه الأيام روحي فداها، روحي فداها، روحي فدا تراب أقدامها. علوية البيت الهاشم الزكية كريمة آل البيت فاطمة المعصومة، باب الحوائج بنت باب الحوائج، ينقل عن أحد علماء الشيعة هذه الرواية، هو قرأها في مصدر حسب الظاهر مخطوط، وهذا العالم كان خبير بالمخطوطات، لأن هو يقول قرأتها في كتاب، مع الأسف الكتاب ما مطبوع الآن، أنه يجي وفد إلى المدينة المنورة عندهم أسئلة للإمام موسى بن جعفر من شيعة الإمام، فما يلقون الإمام، الإمام كان طالع سلام الله عليه، رادوا زندولة تدري خطية جايين مسافة بعيدة، يعني هذا جاي من الكوفة، يعني يكون يرجع وما محصل جواب، سفر طويل، يعني قضية مو سهلة مثل ما تتصورون، يعني مثل الآن يدزها بالإنترنت، لو يدزها وين كانت، الأمور صعبة يعني. فتأذوا رادوا يرحون يرجعون ما لقوا إمامهم، طلع لهم واحد من بيت الإمام قال لهم انطونا أسئلتكم، يا بشلون الإمام ما موجود، قال لهم وحدة من بنات الإمام تجيب على الأسئلة. الله أكبر، أجابت على الأسئلة، أخذوا الأسئلة وراحوا، بالطريق لقوا الإمام موسى بن جعفر، يا ابن رسول الله اجيناك للمدينة ما لقيناك، كان عندنا أسئلة، بس شو أخذوا الأسئلة منا جاوبوها، قالوا وحدة من بناتك جاوبتها. الإمام قال لهم أعطوني الأسئلة، قرأ الإمام الخط، قرأ الأجوبة، قال هي فاطمة فداها أبوها، هي فاطمة فداها أبوها، هي فاطمة فداها أبوها، ثلاث مرات، هاي المعصومة، هاي العالمة الغير معلمة، فداها أبوها، هذه المعصومة الطاهرة الزكية، من زارها كمن زار فاطمة الزهراء، تدرون بهاي المعلومة مو؟ تدرون بها؟ من زار المعصومة كمن زار فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هاي السيدة الزكية ما قدرت على فراق أخيها، الله اشقد مظلومين أهل البيت، إيش قد مظلومين، كل فراق وحزن يا سادتي، أويلي عليكم، أويلي عليكم، أويلي عليكم. يجي هذا الجلود الملعون لعنة الله عليه، يجي الجلودي يدق الباب على الإمام الرضا، يطلع الإمام يقول له يا علي ابن موسى الرضا، بأمر الحاكم في ذلك الوقت الريد شكعتكم ذهب فلوس طونا يا فرهود، فرهود متعلمين على الفرهود، نعم. الإمام قال له هن بنات محمد، مين هن فلوس حتى تعطيك الفلوس، أنت ما تدري كل عشر علويات يتناوبا على عباءة واحدة وقت الصلاة، خليت وعدهن شي بنات محمد تبا لكم. قال له إيه أنا جاي أرد أسلبهن، شكو عدهن ذهبات، شكو عدنا، جاي أخذ الأول والتالي. الإمام قال له لا والله هذا ما يصير، مال أنت تمد إيدك على العلويات أقطع إيدك، هذا ما يصير، لكن أكو شي ثاني. قال له شنو؟ قال له تدري بي أنا صادق، وإحنا أهل البيت ما فينا من يكذب، حاشاهم، هم الصادقين، وكونوا مع الصادقين بعد، هم الصادقون الصديقون. أنا أقول لك يا جلودي شكوا عليهن ذهب أجيب لك إياه، شكوا عليهن لك، بس روح فينا شرك. الإمام قام يجي البنات رسول الله ينطن الذهب، شال جماعة انطالها الخبيث هذا اللي بعدين سيدة قتله، بعدين المأمون قتله، المأمون قتله، قصة معروفة. يقولون من بعد ما الإمام أنطى الذهب وهذا راح ولا، يقولون قعد الإمام الرضا بصحن الدار يبكي سلام الله عليه. جت أخت المعصومة قالت لأخويا أعمارنا تروح لك فدوة، أبو محمد ذهب شنو، دنيا شنو، أرواحنا فدوة إلك، أعمارنا فدوة إلك، أنت إمامنا، أنت أخونا، تاج روسنا. قالها علوية فاطمة والله ما بكيت لذلك، ولكن تذكرت عماتي في يومك أشهر، تذكرت العلويات يوم كربلاء، شلون اخذ حلي، هاي العلويه لما اخذ عنها اخوها الرضا ما استطاعت صبرا على فراق يا اخويا، اختبوا من امه وابيه، يا الله
أخته من أمه وأبيه ما استطاعت صبرا على فراقه، ولهذا استعدت للسفر لكي تلحق بأخيها غريب خراسان. شفاعتك يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن يا سيدتي. شفاعتك يا كريمة آل البيت، كرمك يا كريمة آل البيت، اكرمينا هاي الليلة يا فاطمة، مروتك ومروة أهلك، وأنتوا أهل المروة، مصدر المروة أنتوا يا سادتي. نعم أيها المؤمنون، سافرت هذه الزكية ما تقدر على فراق أخوها، كل ما أرادت تعيش من دون أخوها ما قدرت. أخوها نفسها، أخوها وجودها، أخوها قلبها، أخوها، ولهذا سافرت لأخيها وقطعت المسافة الطويلة. المدينة وين وقم وين؟ مسافة طويلة سافرت هذه الزكية سلام الله عليها. لما قربت من قم دسوا لها سما قاتلا. اي نعم خافوا منها، نعم قال لك هاي يصير زينب وتروح تفضحنا وتروح تغير، نعم هاي تقلب الدنيا علينا، هاي ابنة من؟ ولهذا دسوا لها سما قاتلا قبل وصولها إلى قم، مرضت على أساس ذلك السم سلام الله عليها. هسه المشهور هكذا يقول، المشهور أنها وصلت إلى أرض قم استقبلها أهل قم، لكن لما وصلت إلى قم شافت الرايات سود، شافت أهل قم في عزاء الناس يلطمون ويبكون. سألت ما الخبر، هي مسمومة، وسألت ما الخبر، قيل لغا قتل علي بن موسى الرضا. سمعت بذلك ما فارقتها العلة حتى فارقت الحياة سلام الله عليه. هنا الشاعر يستغرب يقول المعصومة أخو غنشال فوق الروس وتشيع، معصومة يا أخو غنشال فوق الروس وتشيع، وجسم الطاهر تغسل بدال الماء يا بالمدمع. الرضا غسلوه بالمدمع، والله بالمدمع، وزينب شافت المظلوم جسمه على الثرى مقطع، وزينب شافت المظلوم جسمه على الثرى مقطع، والله لا يوم كيومك يا زينب، أبد والله أبد 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 لا يوم كيوم زينب صلوات الله وسلامه عليها. الشاعر يقول قامت زينب وركضت، لا لا المنظر المنظر مروتك خلي بالك المنظر، شوف المنظر شوفه، قامت زينب وركضت وقامت تركض النسوان، لما وصلن الحومة لقنا موسد التربان. يا بل تربان التربان يلوج من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشان، والله يلوج من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشان، يا هالوادي مدر حموني ولكم قطرة ماي دزقوني بعد ما اشوف بعيوني. ويلي عليك يا ابو عبد الله، قطرة ماي دزقوني ولكم بعد ما اشوف بعيوني. شلون اقرا عليك يا ابا عبد الله؟ ما اعرف شلون اقرا عليك، مرات احتار يا مولاي، يا طور اقرا يا بيت اقرا، والله ما ادري. الليله طلبوا مني حسين حسين، طلبوا مني حسين حسين، مرتين يجاوبوني بصوت ناصي حسين حسين، لابد سامعين هذا الطور مني.
زينب تقول الليل الليل اقبل وامسى لي غروب حسين حسين يا بي الليل اقبل وامسى الغروب. اي وشنو شنو زينب؟ والله الغروب وما ادري اخي وقع يا صوت يا با مدري اخي وقع يا صب يقولون وسط القلب ما صيوب. ارد اشوف اخي صدق مصيوب بقلبه يا ولا دلوني يا ناس وين اخي دلوني ارد اشوف هذا السهم شو مسوي فيه. والله يقولون وسط القلب مصيوب يقولون يقولون حالة حالة يفت لي قلوب. شلون حالة يفت لي قلوب؟ شلون يا زينب؟ شنو السالفة لك؟ تقول يقولون حالة يفت لي قلوب يقولون ضل عاري بلا آثار يا با يقولون 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 حالي يفت القلوب. شلون اقرا لك بعد؟ والله يقولون حالي يفت القلوب يفت القلوب يقولون والعاري بلا ثوب. وانو وياي يا با يقولون ضال عاري بلا ردي الخيمة قالت الخيمة. الله 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 بحراني تحبون البحران. ردي الخيمة يا 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 قالت الخيمة احرقوا يا سل الحرم قالت حريمك سلبه. الله 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 سكت اسكينة قالت اسكينة اضربوها وزين العباد بالمرض من خطف لوني. بعد ارد اقرا لك بيت هذا هواي احب البيت هواي احبه هواي احبه دوم اقرا. صاحت زينب صاحت زينب صاحت اويلي على زينب اويلي على زينب اويلي على زينب. الله خويا اظلم علي انا الليل هواي احب هذا اظلم علي انا الليل وازدادت الوحشة يا اعيده اظلم علي انا الليل وازدادت الوحشة يا وما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهشة. هنا هنا بيت القصيد يا با وشيخ العشر حسين ما حد شال اويلي عليك ابو علي. شيخ العشر حسين ما حد شال نعشا يا مطروح وبصفة علي الاكبر وجسايا. شيخنا العطيش تتفضلون خويا سماحت الشيخ. إلهي وسيدي ومولاي أسألك وأدعوك وأقسم عليك بمحمد وآله صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه يا الله اجعلنا من المشمولين بدعاء إمام زماننا يا الله اجعلنا من المشمولين برضا إمام زماننا يا الله
اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد واشفي مرضانا يا الله، لا سيما المنظورين منهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا من اسمه دواء ذكره شفاء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد واكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار بمحمد وآله الأطهار يا الله.